كانت الروعة. الزمالك لا يمكن أبدا يلم خطوطه في هذا التوقيت أبدا، هيحاول إن هو يعوض ومبكرا. الأهلي لو عملها وجاب التانية هتبقى مشكلة كبيرة جدا. لمسة من أسوريو، كهربا ينط على الفاضي ياخدها تاو يرجع لورا مرة تانية، نقلة والتانية في الشمال، خطير خطير خطير، وهوبو، يا نهار أبيض يا نهار أبيض عليك يا قائم، يا نهار أبيض عليك يا قائم، قائم نائم، إيه ده؟ ده لام حتة لتحت عشان تضرب فيه، مش ممكن مش معقول. ده لو جه التاني كنا هنبقى في دقيقة ونص ودقيقة ونص جبنا هدفين، مش ممكن مش معقول. جدا جدا الزمالك محتاج يتماسك بقوة في هذا التوقيت، وده دور الكوتش والكابتن على أرضية الملعب، لكن خلينا نتابع ونشوف. مرة تانية رمية التماس من ناحية الشمال، هتتلعب طويلة وعالية، مردودة على طول من محمد هاني المتألق. كهربا